بعد ما تعلمنا بالفيديو السابق كيف أنا بكتب الرابور ستيكيومتري، كيف بقدر استفيد من الرابور ستيكيومتري بأنه أنا يكون معي وحدة وطلع البقوة، رح نتعلم هلأ بهيدا الفيديو شو يعني ميلونج ستيكيومتري وشو يعني ميلونج نون ستيكيومتري. مثل ما قلت هيدا ما بيفيد بس السيجون، بيفيد كمان الباكسيونتيفيك والترمينال اللي عنده مشكلة أكيد برياكسون شيك. أول شيء إذا أنا رح أخذ هذا الإكسامبل، إذا أخذت أنا 2 توست وحطيت معهم فرماج، حطيت جبنة، هيدول حيعطوني ساندويش وحدة، أوكي؟ فالقاعدة بتقول كل 2 مع وحدة عم يعطوني هيدا الساندويش، دونك هيدا ميلونج شو بسميه؟ رح سميه ميلونج ستيكيومتريك. مثلا بيجي هلا بأخذ أنا كم وحدة من التوست، عم بأخذ 4، يعني كل 2 مع وحدة فرماج حتعطيني ساندويش، دونك هون عندي اياه هون وهيدي دي فروماج حيعطوني دي ساندويش. بلاحظ هون انه بهيدي الحاله اذا قال لي هل ميلونج ستيكيومتريك ونون ستيكيومتريك شو معناته؟ هل بقى عندي شيء من الرياكتيف ما استخدمته؟ يعني بقى على جنب؟ لا، كلهم استخدمتهم. يعني انا كل شيء عندي اياه رياكتيف حولته لبرودوي، بطل عندي شيء من الرياكتيف، بهيدي الحاله بيكون هو ميلونج ستيكيومتريك. بالنون ستيكيومتريك لا، بيكون انا عندي كميه معينه، مثلا بعد في جبنه لنفترض ما استخدمتها بسميه ميلونج نون ستيكيومتريك. ورح نشوف الاكزامبل. مثلا بهيدي الحاله ليكو اخذنا مثلا 4 توست و3 فروماج، قلنا كل 2 توست مع وحده فروماج حيعطيني ساندويش، هيدول 2 مع وحده حيعطيني ساندويش. طيب هيدي شو بدي اعمل فيها؟ هلا اكيد انه انا ما في عندي 2 توست بعد لاعملها ساندويش، فبالتالي بهيدي الحالة بقيت عندي هيدي اكسي، اكسي يعني فائض عني، اوكي؟ هيدي بسميها ريس اون اكسي الافان. دونك هل ميلون ستيكيومتري ونون ستيكيومتري؟ قلنا لما بيبقى شيء من الرياكتيف شو بسميه؟ نون ستيكيومتريك. دونك ستيكيومتريك ما رح يبقى عندي شيء ابدا من الرياكتيف. بالنون ستيكيومتريك لا، حيبقى عندي شيء من الرياكتيف وهيدا حسميه اكسي فائض انا ما استخدمته، بينما اللي ما بقى منه مثل هيدولي مثل التوست بسميهم ليميتون، يعني كميتهم محدودة بس خلصوا، خلصت الرياكسيون. رح ناخد انوتر اكزامبل اللي هو انا هون عم حضر سلاد. قلنا هون عم بيقول لي انه الان ليتي مع دو طومات مع دو كونكومبر عملوا لي ان بلات دو سلاد. فبهيدي الحالة اخذوا هيدول، يعني هون زادوا عليها ليتي وحدة. شوفوا هون الفرق، هون عندي خس وحدة وخيارتين وحبتين بندورة، هون عندي خس زيادة، هيدي بسميها اكسي، يعني انا ما بدي استخدمها، هول بيخلصوا، اوكي؟ يعني الخيار بيخلص والبندورة حيخلص معي لما استخدم هاي الخس، فهول حيكونوا ليميتون، كميتهم محدودة، دونك بيعملوا لي ان بلات دو سلاد. فصح انا عندي رياكتيف بس هيدا اكسي، وبالتالي الميلونج حيكون نون ستيكيومتريك لانه في كمية من الرياكتيف بقيت. طيب رح نحضر هلا سوا نسكافيه وكمان رح نشوف نفس البرنسيب. انا عندي 20 جرام من النسكافيه، يعني ظرف النسكافيه بده 100 ملي مي، بدهم يحطوا له 2 كيب دي سيكر يعطيني تاس واحد من النسكافيه. هذا هو البس. دونك اجوا هلا حطوا 3 ظروف نسكافيه لنفترض عندي 200 ملي مي و4 من السكر، 4 مكعبات من السكر. انا بعرف انه هيدول مع بعض بيعطوني فنجان، هيدول مع بعض رح يعملوا لي فنجان، بيبقى هيدا اللي بقى هو اكسي فائض انا ما رح استخدمه، اوكي؟ فبالتالي حيطلع عندي بالبرودوي 2 من النسكافيه المحضرين وهيدا اكسي، وبالتالي هل هالميلونج هو ستيكيومتريك ونون ستيكيومتريك؟ اكيد هو نون ستيكيومتريك. دونك اذا جيت اخذت هيدول كلهم، لاحظوا هون كل ظرف نسكافيه بده 100 ملي مي، بده السكر اللي هيدولي، هول عملوا لي تاس، هيدولي تاس، هيدولي تاس، هولي تاس. بيبقى عندي هول اللي تحت هيدول هن اكسي، وبالتالي انا ما راح استخدمهم. دونك مجرد ما انا بقى عندي شيء من الرياكتيف فهول بسميه ميلونج نون ستيكيومتريك، اكيد ميلونج نون ستيكيومتريك. هلا انا بالامتحان ما راح اشوف لكم نسكافيه وسلاد وساندويش كرمال تشتغلون، نحن عم نشتغل رياكسون شيميك، وبالتالي انا بدي اعرف طب كيف بالامتحان بدي اعرف هل بقى عندي من الرياكتيف او لا. يعني اذا بقى قلنا اذا بقى من الرياكتيف كميه يعني هو ميلونج نون ستيكيومتري، اذا ما بقى بيكون ستيكيومتريك، طب كيف بدي اعرف بالامتحان هل هو بيقول لي؟ لا هو ما بيقول لي. هيك شو بدكم تعملوا بالامتحان؟ في عندكم عده خطوات بدكم تشتغلوهم، اللي هي اول شيء بتكتبوا الاكواسيون شيميك اللي انتم عندكم اياها وبتعملوا لها اكيليبر.
تحسب النمبر دو مول لكل رياكتيف، يعني انا قد ايه عندي من الأو وقد ايه عندي من البي، يمكن هو عاطيني الماس تبع الأو ويمكن عاطيني الماس تبع البي، يعني حسب شو عاطيني بدهن. هون بدي اذكركم انه قواعد النمبر دو مول ديجا نحن اخذناه، هون عندي عده قواعد حسب الدنيا اللي انا عندي، يعني فيني استخدم النمبر دو مول هو ماس على ماس مولير اذا هو عاطيني مثلا الماس، فيني استخدم النمبر دو مول هي في على في ام اذا انا عم بحكي عن غاز وعاطيني الفوليوم اللي له، فيني احكي هلا بس نوصل للسوليسيون نشرحها، فيني احكي ان على ان، هول القواعد اللي نحن اخذينهم. فهو حسب الضني انتو شو بتعملوا، بدكن تجيبوا النمبر دو مول للا، الان انيسيال للا والان انيسيال للبي، انا بهمني قد ايه حطيت كميه من الا بالاول وقد ايه حطيت كميه من البي، بس تجيبوها بتروحوا بتعملوا رابور. شو يعني هذا الرابور؟ بتحطوا كمية الأ اللي انتو طلعت معكم اللي حسبتوها بالأول على الكوفيسون اللي هو أ، بعمل كالكيل لشي اسمه رابور. هيدا الرابور معناته نمبر دو مول قد ايه انتو حطيتوا من الأ على الكوفيسون وقد ايه انتو حطيتوا من البي على الكوفيسون، هيدا الرابور تبع البي. اوكي لحد هلا شو عملنا؟ كتبنا إكواسيون، رحنا حسبنا كمية الأ حسبنا كمية البي بالأساس وجبنا شي اسمه رابور، بكتب القاعد بعدين بحط الأرقام. طب شو بيفيدوني هون؟ بتكون تقارنوا الار ا والار بي، اذا هن ايجو بيساووا بعض يعني هيدا ميلونج ستيكيومتريك. شو يعني ستيكيومتريك؟ يعني اخر الرياكسون لا رح يبقى ولا شيء من الرياكتيف لا من الأ ولا من البي، كلهم حيتحول لبرودوي. طب بلكي كانوا ديفيرنت، يعني الار ا مختلفه عن الار بي، يعني كميه هيدا الأ على الكوفيسون غير البي على الكوفيسون، بيكون نون ستيكيومتريك، يعني بآخر الشيء رح لاحظ إنه في كمية منهم حتبقى. هلا أي الكمية اللي حتبقى هي الرابور اللي إلها الأكبر، يعني بتقارنوا الرابور للأ، لنفترض هيدا طلع آ وهيدا دو، هيدا طلع أكبر يعني البي هي اللي حيبقى منها يعني هي الإكسي. دونك كومباري لي رابور ستيكيومتريك دو شاك رياكتيف، اللي بتقارنوا الرابور للأ مع الرابور للبي، إذا بيساووا بعضهم يعني ميلونج ستيكيومتريك، وإذا ديفيرون يعني ميلونج نو ستيكيومتريك. الرابور الأكبر بهذه الحالة هو بيكون الإكسي، الأصغر هو الليميتون.